في موضوع مهم جدا حابين نتكلم عليه، ألا وهو موضوع تأثير الموبايلات والكمبيوترات على العين. نحب نوضح حاجتين مهمين جدا. الموبايلات، استخدام الموبايلات والكمبيوترات كتير خاصة في الأطفال بيسبب حاجتين. أول حاجة إن هي بيزود كسر النظر، بمعنى إن بعد كده الطفل ممكن يحتاج لنظارة بعد هو ما كانش محتاج لها أصلا، وممكن تزيد كمان لو محتاج نظارة أصلا تزيد في المقاس بتاعها. ده من ناحية. من ناحية تانية بتأثر بصورة تانية على الشبكية بتاعت العين، لأن الكمبيوتر والموبايل والموبايلات أكتر من الكمبيوترات كمان بتطلع إشعة اسمها بلو لايت، الضوء الأزرق. دي درجة من الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه بس ليها أثر سيء على الشبكية، تمام، اسمها بلو لايت. طيب احنا دلوقتي نتجنب المشاكل دي ازاي؟ اول حاجه ان احنا نقلل من استخدام الكمبيوترات والموبايلات خاصه بالنسبه للاطفال زي ما وضحنا. تاني حاجه يعني وضعيه الجلوس، لو طفل او اي شخص جالس على الكمبيوتر لازم يكون ظهره مفرود، لازم يكون مستوى الشاشه بتاعه الكمبيوتر في اقل سنه من مستوى عينه، ما يبقاش اعلى ولا واطي قوي فيبقى معطلها، وتبقى ايديه جنبه، ولو بيكتب على كيبورد تبقى كوعه شبه زاويه قائمه. ده بالنسبه لوضعيه الجلوس. طيب بالنسبه نقي ازاي الاشعاعات الضاره ديت، في حاجه اسمها بلو لايت فلتر او فلتر الضوء الازرق، ده بنستخدمه يا اما حاجه من الاثنين، يا اما شاشه بتتحط على الموبايل او الكمبيوتر، يا اما في النضاره لو بيلبس نضاره بيتعمل فيها بلو لايت فلتر دوت عشان يحمي العين من الاشعه الضاره. ايه هو عمل الوان ويعني ايه واحد مش شايف؟ هل هو شايف الدنيا ابيض واسود ولا شايفها ازاي؟ نوضح هنا ان عمل الوان، لا، العيان مش شايف الدنيا ابيض واسود ولا حاجه، بس هو في الوان معينه، درجات من الالوان ما بيقدرش يميزها. اكتر حاجه منتشره فيها هي اللون الاحمر واللون الاخضر، دول اكتر حاجه منتشره ان يبقى فيهم ضعف في الالوان. طيب ايه بيجي من ايه عمل الوان دوت؟ هو نتيجه خلل في الجينات، خلل بمعنى ان هو عامل وراثي، خلل في الجينات خلت الانسان يبقى ما عندوش قدره على استقبال اللون ده سواء كان الاحمر او الاخضر. الموضوع اهميته في ايه؟ اهميته ان هي ممكن تخلي انسان عنده ديفكت او عنده صعوبه في ممارسه نشاط يومي معين زي السواقه مثلا، اشارات المرور الحاجه دي ممكن ما يميزهاش، وده بيبقى عائق كبير بالنسبه للناس اللي بتشتغل في السواقه. طيب بنشخصه ازاي عمل الالوان دوت؟ لو الام لاحظت ان طفل ما عندوش قدره على تمييز الوان معينه او بيلخبط في الالوان، فبتكشف عليه من خلال بعض الاختبارات بنعملها عند طبيب العيون، بنقدر نشخص عمل الوان. طيب ايه العلاج بتاع عمل الوان؟ حتى الان هو ما فيش علاج مثبت ليه، كله تحت التجارب. موضوع ايه؟ تصليح الجينات او اللي هو الهندسه الوراثيه، لكن ما فيش حاجه نهائيه ليها. في بعض العدسات بتحسن شويه القدره على استقبال الالوان، ممكن تتعمل على النضاره او تبقى تتلبس كعدسات لاصقه على اساس انها تحسن شويه قدره على الالوان، لكن علاج نهائي او حل نهائي ليها حتى الان ما فيش.